مرحبا بكم، انتوا دراير لراجل واحد يا رب. شاري يا اخويا هتنساك من لغلوغو دراير؟ لغلوغو؟ اللغلوغو ب 20 جنيه باب اللي هو يا حبيبتي. راحة مطلوب. شايلنا يالا، شايلنا انا يالا، واسبع على الدكان شوف الشغل. ربنا يخليك يا سجيب ما شاء الله. اسبع. اتفضلي. الهي متعب لك نهار فرحك يا سجاب. افرح لوحدة يا مضبوط. امال عايز تفرح مع مين؟ مع العوازل؟ عوازل؟ ده اللي هخد العوازل يا فلفلة. مقدم قلت وجاني ورحت له يا عوازل فلفله. ايه هنرجع في كلامنا مظبوط؟ خدمتك يا سجاير، بس انت شد حيلك. الليله دي بعون الله اشد حيلي واشد رجلي لغايه الورشه واكلم نص حالي. ربنا معاك. يلا يا اخويا شيلني. بقول ايه؟ انا وصلت لغايه جوه. لا يا اخويا في لحد كده. لا عملت ايه في محضر الحجز بتاع الصبح؟ هو انت عرفت؟ الواد زقلت قال المعلم سلطان كتر الف خير ودفع ال 100 جنيه للراجل. يلا يا اخويا شايلني بقى. بالاذن يا سجاد. امال اقول لك ايه؟ يا زقلط بيه؟ لا انا اسمي اللوسطه زقلط، وما كانش عاجبه يصلحي بوابينك بره. يالا مالك في ايه؟ اصل يا اسطى الست ام فله بتقول يا واد زقلط. طب حقك عليا يا اسطى زقلط. معلش يا ست ام فله، خير في حاجه؟ اصل البابور ده عدته مسدوده وبيحب الحلل، وانا اخويا مستعجل عليه والنبي. عينيا نص ساعه وهيبقى اخر قليصه. تسلم عيونك يا امير يا سكره. تعيش يا اسطى. تشكر. ايه يالا؟ بقى كلمتين زي دول في ورا دمك يا اسطى؟ بيني وبينك يا اسطى انا لازم اعمل كده. ليه؟ بينك وبينها طار قديم؟ انا لازم احفظ يا ابني من دلوقتي. اشمعنى؟ بيني وبينك يا اسطى البت فله بتلمحني، وبعدين الهوا ماشي بيني وبينها على الخط. امرك يعني انت ناوي تخطف فله؟ يا ريت يا اسطى، بس ازاي امها دلوقتي بتقول يا واد وانا يمكن في يوم من الايام اكون جوز بنتها. جوز بنتها؟ الله يجازي اشتغل. طب يلا خلص بابور حماتك. انا سخنت لك العده حطها على الكباس ونضفها كويس. ماشي. طب تعفول عواف يابا. يعافيك يا بطل، خير ان شاء الله. الراجل صاحب البيت الله يسامحه عمل علينا حجز بالست شهور المتاخرين، وقال ايه يا الدفع يا الحجز. وعملت ايه يا بنتي؟ المعلم سلطان كتر الف خيره دفع ال 100 جنيه على داير مليم وقال لي امشي انت يا بطه وحسابي مع ابوكي. كتر خيره يا بنتي. على فكره يابا لو كنت عايز تتغدى الغدا جاهز، لو كنت عايز تاخد حمام الزير مليان، ولو عايز تغير هدومك كل الغسيل زي الفل. ما تحرمش منك يا بطل. طب يابا استأذن انا بقى عشان متأخر. يسعدك يا بنتي. سلام عليكم. صباح الخير يا بنات. بطل سيد افندي سأل عليك النهارده يجي 5 مرات. ليه؟ 5 مرات ايه؟ ده يجي 10 مرات. ده العفاريت بتتنطط في وشه ومتزربل على الاخر وعمال يدعوي يقول ايه هي وكاله من غير بواب، هو ولده صاحبه
اتاخرتش. يلا يا اختي روحي شوفي هيعمل فيكي ايه، تلاقي وعدك. كل ده عشان تلت ساعه اتاخرت فيها؟ طب تعالوا بقى شوفوا انا هعمل في ايه. اسمعوني واسمعوه. تعال. طب يا اختي ورينا. صباح الخير يا مرات. صباح الخير. جرايه يا بطل، احنا في وكاله من غير بواب، مولد وصاحبه غايب. اسمعي بقى لما اقول لك. انت بقول لك هو انا يعني عشان اتاخرت تلت ساعه تقوم الدنيا وتقعدها؟ هو انا يعني اتاخرت بخاطري؟ وبعدين ما انت عندك ورقه وقلم، اكتب فيها اللي انت عاوزه واخصم اللي انت عاوزه. بقول لك ايه؟ هطول لسانك عليا، هطول لسان اهلي، وادي بشتغل اهو. شوف الراجل بصيت لي كده ليه يا راجل؟ بص تاني شوف قد ايه كفى فيا، ما تبصليش بقى. طب بس شد، اعوذ بالله، بلعق زعق اهليه. هيا يا نص اديني معلمك يا ابني. اهلا. مساء الفل على بوره. انت ما بعتش ليه؟ كام يا حبيبي؟ وصل 480؟ لا يا حبيبي بطلناه خلاص. بالسلامه. مساء الخير يا معلم سلطان. يا مساء الفل يا بطاطا، يا اهلا وسهلا. مساء الفل يا بنت الغالي. هو الغالي ما عداش عليك؟ لسه معدي يا دوب، طلع ياكل لقمه وهيجي يعمل التمام. طب والنبي لما يجي لك يا معلم ما تسهروش زي كل يوم، انت عارف دايما صحته في النازل والسهر خطر عشانه، وانا ماليش حد في الدنيا غيره دلوقتي. ازاي بس يا بطاطا؟ واحنا رحنا فين امال؟ عيب تقولي كده، ده احنا اهل. حاضر يا ست مش هاخره. كتر خيرك يا معلم، سلام عليكم. مع الف سلامه يا حبيبتي. السلامه. الو كم وست؟ لا يا حبيبي هنشرب ميه. امسك يلا بطل. اهلا يا استجاب. يعني معديه لا بتتكلمي ولا بتمسي، ايه الحكايه؟ ابدا مفيش، اصل هروح الحق ابويا قبل ما يروح القهوه. كنت واقفه بتتكلمي مع سلطان في ايه؟ ابدا، كنت بساله اذا كان شاف ابوي معدي من قدامه كده ولا كده. وبعدين انت عارف المصحات قد ايه. بطل، الراجل ده كل ما بيوقف يتكلم معاك بتبقى عينيه هتاكلك اكل. ما تحطش في دماغك يا استاذ جابر، وبعدين انت عارف الراجل ده زي ابويا وانا زي بنته. بس سلطان لا جاب بنات ولا جاب ولاد، عشان كده هو معذور. مراته ما فرحتوش بحته عيل طول عمره. اسمع يا بطل، انا هكلم عم حنف في موضوعنا بقى عشان نخلص. حوش حوش قال حتى حايشك. ايوه بس مش هكلمه على قهوه سلطان. لا اوعى تكلمه في الشيراتون، ده احنا مش قده. يا بنت مش هتبطلي اللبط اللي انت فيه ده. تسلمني من كل عين يا استاذ جاب، عن اذنك. المرمر الوردي نفسي املكه بيدي، واهجر جميع البشر واعود له بالبلدي. امي عايزه العبور. من عينيا يا فل. خد يا بنت فل، انت جاني منزلك دلوقتي. امي عايزه العبور. انا مش ملبى عليك ما تخرجيش مهما كان السبب. اقول لها لا؟ ما اسمعش كلامها؟ ايوه طبعا تقولي لها لا. وبعدين لازم تقولي لها خليها تنزل اخوك حماقه بدل ما هو قاعد في البيت. هو مش راجل ولا ايه؟ اصل هو لسه عنده 15 سنه. 15 سنه؟ طب تعالي ورايا يا اخي. والنبي يا اسطى اديني العبور. من عينيا يا اسطى. ازيك يا بت؟ شكرا. عارفه لو شفتك تاني في الحاره بالليل هعمل فيك ايه؟ ايه؟ هطبق في زماره القبر. يا اختي عليك هامش. يا سبعه. السلام عليكم. ايه يا اسطى اللي انت عامله مع البيت ده؟ مش خايف شويه؟ طبعا يا اسطى، عشان احفظ هيبتي، علشان لما نتجوز مستقبلا تعرف ان انا هامش. يلا يا حامش. خير يا سجابر. ام حنفي مساء الفل. خير يا سجابر. كان في موضوع كده خصوص، يعني كنت عايز اتكلم مع حضرتك فيه. خير ان شاء الله. هو الحقيقه موضوع يخصني انا، بس كنت عايز اخد رايك فيه. طب ما تقول يا ابني. لا طبعا ما ينفعش دلوقتي، لازم اكون متفق انا وانت على ميعاد ونقعد ونتكلم براحتك، يعني براحتك الوقت اللي يريحك. خلاص يا جابر، يوم الجمعه بعد الصلاه نروح انا وانت على البيت وتتكلم زي ما انت عاوز. ماشي يا عم حنفي. سلام يا جابر. الف سلامه. الف سلامه والقلب لعيلك. عاوزة تعرفي ايه كمان؟ محمود ما تتضايقش مني، أنا طماعة عايزة أقول لك كل حاجة في الدنيا، حبيبتك وأختك وصديقتك. تصور إني ساعات أتمنى إنك تنام على حكري زي ابني. مش كده؟ عمرك يا ماما. محمود مش أنت اللي طلبتي كده؟ حد يطولي كل أم صغيرة وحلوة بالشكل ده؟ وهو شعره أبيض.
كل الشعر الابيض محبتك، كل ما احبك على قد شعر راسك. مين اللي خرب؟ يمشي طيب جنبك. الوقت السلام عليكم. الوقت هو عدونا يا منى، هو اللي بيفرق بينا. مساء الخير يا بطل. يسعد مساك يا بنت. تعالي اما حته فيلم الست الستات. بقول لك ايه؟ ايه؟ ابوكي هنا؟ لا في القهوه. ليه؟ طب ما تيجي تقعدي معايا لحسن ابويا وامي سابوني وراحوا ورا خالتي المستشفى. مستشفى؟ مالها خالتك يا بنت، جرى لها حاجه؟ معرفش، بس المرسال اللي جه قال انهم نقلوها على مستشفى الجلاء، يظهر انها هتعملها وتولد الليله. الف مبروك مقدمه لخالتك يا بنت. وانا جبتتي ملبشه من القعده لوحدي وهو السطوح بيسود. اختي عليكي وعلى دلعك. طب لما تتجوزي يا بنت وجوزك يسيبك لوحدك هتعملي ايه؟ يخرب وحدي؟ ده انا تقولوا مكحل واروح اقعد عند امي. يا بنتي ما تبقيش عبيطه، امك ده ايه؟ يلا بقى يا اختي بلا لكاعه. لكاعه ايه؟ لا لازم الاول اروح لابويا واستاذنه افرجي جه وما لقانيش، مش هيتوهمش عليا برضه. وماله يا اختي، نروح نقول. طيب قفلت يا معلم. ايد ورقك خلاص بقى. حظ ايه ده؟ ست دوار ما خدش منهم ولا دور. فوت علينا بكره بقى يا معلم. اسمع تلعب طاوله. لا لا طاوله ايه، انا تعبت خلاص. عم حنفي بطة عاوزاك بره اكلمها. بطة اللهم اجعله خير. هتقول تشوف عايزه ايه؟ يابا هروح عند الهوا عشان ماما مش معايا. ايه خير يا حلو؟ لا خير يا سلطان. تستاذن عاوزه تروح تقعد عند نوال لان امها مش موجوده وخايفه تقعد لوحديها. ايه ده يا عيال بنات، خايفه تقعد لوحدها يعني ايه؟ اصل برضه بطه دي الواحد لازم يخاف عليها. تعيش يا سيدي المعلمين تعيش. يلا يلا افتح العب. بس اغلبك بقى المره دي. تعال بطة ونوال مشوا كده، عايزك تشوفوا راحوا فين وتيجي تقولي. ماشي. حمامة ما كلمتش حد كده ولا كده في السكه يالا؟ لا يا اسطى ما كلمتش حد. بطه مش اللي انت قصدك عليه. حد قال لك حاجه؟ انت هتتلمض ليه؟ خش شوف شغلك يا برم. خش دبش. قلت اغلبك يعني اغلبك. وبعدين بقى؟ طب خد. لا يا اختي انا لا يمكن ادخل باقل من ثلاث اوض. طب نفرض انه ما معهوش قرش مني على قرش منه، نجيب كل اللي نفسنا فيه. يا بنت الجواز شركة. على موتي جابر طيب وابن حلال. يا بختك بيه يا بنت. لا يا بنت خف شوية. وبعدين بقول لك ايه، انت هتبصبص للراجل كده غيابي؟ فاشر. هو انا بايرة يا بنت ولا ايه؟ ده الواد سكر رجليه دابت وراي. بس انا وافق. رجليه دابت ورايا؟ طب ما وافقتيش ليه يا اختي؟ انت يا بنت مال سوكا؟ واد طيب قوي وابن حلال. ما خبيش عليكي، الولية الهايطة الخطبة وعدته انها تجيب لي عريس من بتوع بلاد بره. احنا اسافر واتفرج على الدنيا. اوعي يا مجنونة، اوعي يا بنت نوال تعملي كده. انت ما تعرفيش ايه اللي جرى لماجدة بنت الفطاطري؟ لا حصل لها ايه؟ الهايصة جابت لها عريس من اياهم، اتجوزها وسافرت معاه، وهوب تلات اربع اشهر رجعت بطنها قدام وشايلة ورقة طلاقها. يا لحوي. ليه؟ الراجل طلع متجوز ومخلف خمسة واخد ماجدة عشان تشتغل عندهم خدامة. يا عيني يا ماجدة، وعملت المسكين اهي متلطمة في المحاكم. حليني بقى عقبال ما تقول حقها وتثبت نسب اللي في بطنها. ده كلام برضه يا حنف. الله عيب يا راجل تقول كده، ده احنا اخوات وحبايب ولازم نكون ستر وغطى على بعض. الحقيقة يا سلطان انا مكسوف، مش عارف اود وشي منك فين. الله
يرضيك اشوف عفش اخويا بتباع في المسال واقف اتفرج عليه؟ معقوله؟ معلش ربنا يقدرني واسدد لك كل اللي عليا. على الاقل مالك اخويا، شهر اتنين سنه سنتين انا خدام وتحت الامر يا ابو بطه. نور اناديك يما سجاب اللي موقفك هنا. قلت استناك اطمن عليك وانت نازله من عند نوال، ولا مش من حقي؟ طب اديك اطمنت، يلا امشي بقى لحسن حد يشوفنا كده ولا كده. حد مين اللي يشوف؟ حد لو عندنا حاجه؟ اذا كان على ابوك انا شفته دلوقتي وهو خارج من القهوه. قلت اطمن عليك احسن حد يترازل عليك كده ولا كده. حد يترازل؟ مين ده اللي يقدر يترازل؟ اللي بيترازلوا كتير يا وتوت. تسلم لي تسلم لي يا سجاف. يلا بقى بطل. ايه تاني؟ صباح على خير. وانت من اهله يا رزق. بس انت مش هتبطلي بقى تنامي بدري زي الفراخ، بتقعدي معايا شويه. الساعه داخله على نص الليل، اقعد معاك اعمل ايه؟ نتلاطف نتسامر ندردش. والنبي انت فايق، اسكت لحسن روماتيزم شدد عليا. روماتيزم؟ عالم تصد النفس. نام يا اخي نام.